محاضرتكم اليوم راح نكمل على الجينيتكس، ولكن اليوم راح نحكي يعني بصورة خاصة على البكتيريا والأركايا. ما راح نتطرق للإيوكاريوتس، لأنه تعرفون أنتم الدي إن إيه مال الإيوكاريوتس يختلف عن البروكاريوتس والأركايا. شنو الاختلاف؟ من يعرف؟ من يعرف شنو الاختلاف بين اختلاف بالدي ان اي بين الايوكاريوت والبروكاريوت والاركايا؟ دكتور، المادة النووية بالايوكاريوت محاطة بغلاف نووي، بالبروكاريوت محاطة. وبعد انا اريد من ناحية السيكونس، من ناحية الدي ان اي. لا شوف، بالايوكاريوت بيها اكزونز وانترونز. صحيح، بس انا اللي اقصد انه الدي ان اي سيكونس مالت البروكاريوت والاركاي يختلف عن الايوكاريوت، انه الايوكاريوت السيكونس مالت الدي ان اي بي انترونز واكزونز، يعني مو كلها الشفر للجينات. الانترونز يصير لها اكسيجن تزال، والتشفير او الجينات تكون محموله على الاكزونز فقط، بينما البروكاريوت والاركايا لا، كل السيكونس الموجود بالدي ان اي ممكن انه يشفر للجينات، يعني ما يصير بيه اكسيجن. فهمت شنو اقصد؟ فمثل ما قلت راح نحكي على البكتيريا والأركايا، وراح نكمل الجينيتكس، ولكن اليوم ما راح نحكي لكم على الريبليكيشن او الترانسليشن او الترانسكريبشن، احنا حكيناها بصوره شبه مفصله. راح نشوف شنو الميوتيشنز اللي تصير بالدي ان اي، شنو التغيرات اللي تصير بالدي ان اي سيكونس، وشنو النتيجه اللي راح تعطينا اياها الميوتيشنز، شنو انواع الميوتيشنز، وشلون البكتيريا تقدر تصلح هاي الميوتيشنز، شلون تحصل هذه الميوتيشنز، تحصل بصوره طبيعيه ام ممكن انه احنا نستحدث الميوتيشنز. فالميوتيشن هيريتابل تشينج ان دي ان اي سيكونس ذات كان ليد تو ا تشينج ان فينوتايب، انه الميوتيشن معناها اي تغير يحصل بالدي ان اي سيكونس بتتابع الدي ان اي، هذا التغير ممكن ان يؤدي الى ظهور فينوتايب اللي هو مثلا احنا نسميه الشكل المظهري، ماكو حضور طلاب. هذا معنى الميوتيشن، انه يصير تغير بالدي ان اي سيكونس ويؤدي الى ظهور، يعني معظم الاحيان يؤدي الى ظهور صفه معينه، وممكن في بعض الاحيان انه هذه الصفه ما تظهر، يعني احنا ما نشوفها. فعندنا مصطلح نسميه احنا الوايلد تايب سترين والميوتنت سترين. شنو الوايلد تايب سترين وشنو الميوتنت سترين؟ الوايلد تايب سترين يعني العزله الاصليه او الدي ان اي الاصلي اللي ما حصل به اي تغيير، يعني السيكونس التابع للعزله اللي ما صار به اي تغيير. وممكن انه نقول وايلد تايب جين، من نقول وايلد تايب جين معناها انه هذا الجين هو الجين الاصلي قبل حصول اي تغير عليه، ومن نقول وايلد تايب سترين معناها انه هاي السترين هي الوايلد تايب، الدي ان اي مالتها ما صار به اي تغيير. من اقول ميوتنت معناها a cell or virus derived from wild type that carries a nucleotide sequence genotype change observable properties اللي هي phenotype may also be altered و can be obtained from parental strain derived from wild type. معناها انه انا من اقول ميوتنت معناها انه هاي ميوتنت حصلت نتيجه تغير بالسيكونس مالت الدي ان اي ونتجت من الوايلد تايب سترين. فاي تغير بالسيكونس مالت الدي ان اي
احنا نسميه جينوتايب، اي تغير بالسيكونس مالت الدي ان اي احنا نسميه جينوتايب. اذا هذا الجينوتايب انطى صفه مظهريه ممكن انه احنا نلاحظها، قد تكون هاي الصفه المظهريه هي تغير باللون، تغير فانكشن معينه، مثلا هو هي الوايلد تايب تنمو مثلا على، خلينا نقول تنمو مثلا على الجلوكوز، فصار بيها يعني تشينج بالسيكونس او ميوتيشن، فانطتنا نيو ميوتنت. هالميوتنت بعد ما تنمو على الجلوكوز، فاحنا الجينوتايب نقول انه احنا الجين المسؤول عن تحليل الجلوكوز تغير صار بيه طفره، والفينوتايب عندما انه هذه العزله بعد ما تنمو على الجلوكوز، يعني فقدت القابليه على النمو على الجلوكوز نتيجه للتغير في الدي ان اي سيكونس، نتيجه لتغير الجين انطتنا الفينوتايب. في الفينوتايب معناها انه الصفه المظهريه اللي احنا راح نشوفها او اللي راح نلاحظها نتيجه لتغير الجينوتايب، فهذا الفرق بين الجينوتايب والفينوتايب. هذا المثال يوضح لكم شنو اللي احنا قاعد نحكي عنه. اللي بدنا نحكي عنه انه عندنا هاي الوايلد تايب، هاي اللي تشوفوها هنا، هذه هي الوايلد تايب سترين اللي هي بهاي الحالة تنمو على مادة معينة وتستطيع أن تستهلك هاي المادة، ونتيجة لاستهلاك هاي المادة راح يظهر هذا اللون، اللون الأحمر اللي تشوفوه. وممكن أن يحصل للوايلد تايب two different mutations. بالميوتيشنز الأولى إنه نشوف إحنا النيو سترين أو الميوتنت سترين صار لها تغيير بالجينوتايب، مما أدى إلى ظهور فينوتايب اللي هو فقدان اللون الأحمر. يعني هاي البكتيريا بعد ما تقدر تنمو على هاي المادة وبالتالي ما راح تنطي هذا اللون الأحمر. بالميوتيشن نمبر 2 دا نشوف إنه إحنا أكو slightly red color in the culture، فدا نشوف إنه أكو يعني لون أحمر خفيف، فهاي الميوتيشن ايضا تغير عندنا الدي ان اي سيكونس، ولكن التاثير ما كان كلش كبير كما في الميوتيشن نمبر 1، فبدنا نشوف احنا اللون خفيف. فهنا التغير اللي صار هنا هو يختلف عن التغير اللي صار هنا. فهاي احنا من نقول جينوتايب معناها انه الوايلد تايب صار بها تغير بالدي ان اي سيكونس فاعطتني جينوتايب معين، الجينوتايب اللي تغير انطاني الفينوتايب اللي هي فقدان اللون. طبعا الميوتنت سترين may or may not differ in phenotype، يعني ممكن انه يصير عندي تغير بالدي ان اي سيكونس، وهذا الدي ان اي سيكونس مثل ما قلنا ممكن ان ينطيني فينوتايب ظاهره انه نقدر نلاحظها، او قد يكون تغير الجينوتايب او الميوتيشن ما تعطيني فينوتايب ظاهر. يعني احنا ما نشوفه. طبعا الجينوتايب is designated by italicized three lowercase letters plus capital letters. فعندما تشوف انه من تقرا بحث او مثلا تقرا فد محاضره وتشوف انه انت عندك هاي الثلاث كلمات الثلاث احرف مائله ومعها الحرف الرابع يكون حرف كبير، هاي معناها انه احنا بنرمز للجينوتايب، دا نرمز للجينوتايب. عند ما تكون مائلة فاحنا دا نرمز للجينوتايب، عند ما تكون غير مائلة فاحنا نرمز للفينوتايب. بهاي الحالة دا نشوف احنا عندنا الهيس سي، احنا نقصد هنا الجينوتايب المسؤول عن الجين اللي يستخدم في تحليل الهيستيدين، وهنا قلنا سي انه يعني ترتيب الجين، يعني ممكن انه يكون عندنا الهيستيدين A، هيستيدين بي، هيستيدين سي، ان هيستيدين دي. فمن نقول هيسي معناها انه احنا نحكي بصوره خاصه على الهيستيدين نمبر سي، ترتيب الجين الثالث. طبعا الليميتيشنز ار ديزيجنيتد وذ نمبرز ريفرنج تو اوردر اوف ايزوليشن، اكزامبل هيسي 1 هيسي 2. هنا من نشوف انت موجود انه نقول احنا نحكي ونقول صار عندي تغير بالهيسي، معناها انه يعني مائله، معناها انه هذا الجين الهيستيدين سي صار بتغيير. من اقول هيس سي 1 هيز سي 2 سي 3 سي 4، فان هنا دا اقصد
على يعني رقم أو ترتيب، هذا الرقم يدل على ترتيب الجينوتايب ميوتيشن اللي صارت في البكتيريا. يعني ممكن انه اني صارت عندي في الطفره معينه، فاجيت زرعت على الهستيدين، فشفت شلون هسه شفنا احنا بالسلايد اللي مضى الطبق، انه عندي تو تايب اوف ميوتيشنز، واحده ما تعطي لون نهائيا واحده تعطي لون خفيف. فهاي انا شو اسميها؟ اسميها مثلا هس سي 1 وهس سي 2، على اعتبار انه الهس سي 1 انه فقدت اللون كومبليتلي، والهس سي 2 انه ما فقدت اللون كومبليتلي. فهذه ممكن انه انا من ادرس عليها راح اشوف انه انا عندي تو ديفرنت ميوتيشنز، يعني التغيير بتسلسل الدي ان اي اللي موجود على الهس سي انه يكون بمكانين مختلفه. بينما الفينوتايب ديزيجنيتد باي كابيتال لتر، يعني فيرست لتر راح يكون كابيتال بلس تو لوور كيس لترز مضاف إلها العلامة الزائد أو علامة الناقص. طبعا البلاس والماينس تدل على وجود أو عدم وجود يعني هذا الفينوتايب. فمن أقول مثلا أني هيس بلاس أو هيس ماينس، معناها أنه أنا من دا أشوف هيس أنه أول حرف كابيتال لتر والحرفين البقية هي سمول لتر، فاني هنا دا اقصد على الفينوتايب. طبعا مو ايتالايزد مثل الجين ايتالايزد. فمن اقول هيس بلاس معناها انه هذه العزله وهاي السترين لها القابليه على النمو بوجود الهيستيدين. الهيستيدين يدل على الفينوتايب مال الهيس، يدل على الفينوتايب مال الهيستيدين، والبلاس تدل على انه هاي العزله من تنمو تشوفنا صفة مظهرية على الهستيدين. بينما الهس ماينس معناها انه هذه البكتيريا ما راح تشوفنا اي صفة مظهرية بوجود الهستيدين، يعني قد تكون انه ما تنمو على الهستيدين. الهس ماينس معناها انه ما تقدر تنمو على الهستيدين، معناها انه ما عندها الجين مالت الهستيدين. فهاي الفرق بين الجينوتايب، انا من ارمز له ايتالايزد ثري لور كيسز، ومن اقول انه الفيرست لتر كابيتال لتر والتو اذر لترز ريتن ان سمول لترز معها البلس او الماينس، معناها انه انا دا اشير على الفينوتايب. قد يكون الفينوتايب انه ممكن انه تمتلك هذا الصفه المظهريه وهذه ما تمتلك هذا الصفه المظهريه، وبالتالي يعني ما تمتلك الجين. طبعا احنا شلون نعزل الميوتنت؟ احيانا انت التجربه اللي تشتغلها او الشغل مالتك بالمختبر يتطلب ان تسوي ميوتيشنز. فاحنا شلون نعزل الميوتيشنز؟ شلون نفرق بين الميوتيشنز؟ فدائما اي تجربه بها ميوتيشنز راح تتضمن التجربه سكرينينج وسيلكشنز. السكرينينج معناها انه اني ازرع كل الـ 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 يعني الـ خلينا نقول الخلايا اللي اني عرضتها لميوتيشن معينه، فازرعها في طبق معين وابدي اسوي سكرينينج، يعني ابدي اخذ نظره على الـ المستعمرات اللي نمت عندي بالطبق. بعد ما اسوي لها سكرينينج انا حددت المستعمرات اللي اريدها، فالمستعمرات اسوي لها سيلكشن، يعني اسوي لها انتخاب للمستعمرات اللي اني اريد ادرس عليها. طبعا selectable mutations confer an advantage under certain environmental conditions progeny outgrow and replace parent. فهنا اني selectable mutations دائما اني من اسوي mutations واشوف انه هاي المستعمرة تختلف عن المستعمرات الاخرى، هذه بها advantage. ان ليش؟ لانه اني قدرت احدد المستعمره اللي صار بها ميوتيشن من خلال الفينوتايب اللي ظهر لي، واعرف انه انا بصوره مباشره انه هذه المستعمره اللي طلعت لي هي تختلف عن البارنت او تختلف عن المستعمره الابويه. فمثلا عند الانتي بايت ريزيستنس، المقاومه للمضادات الحيويه، راح اشرح لكم هذا الحكي بالسلايد بالصوره.
معناها انه اني خلينا نقول مقاوم المضادات الحيويه، فاني اريد احصل على مستعمره او عزله تقاوم مضاد حيوي معين. فلنفرض انه اني نميت هذه البارنتال سترين على وسط يحتوي على طبق الكانامايسين، طبعا هذا هو جزء من الطبق، وهاي هذا الجروث مال الخليه ده تشوفوه انتو، وهنا بالنص احنا نحط الانتيبايوتيك ليكويد انتيبايوتيك، هنا حفره ونخلي بها الانتيبايوتيك، وراح نجي ثاني يوم بعد ما ننشر الخلايا على كل الطبق ونخلي الانتيبايوتيك بالنص، راح نجي ثاني يوم راح نشوف عندي هذا الزون انهيبيشن او منطقه التثبيط نسميها احنا. هذا معناها انه هذا الانتيبايوتيك ما سمح للخلايا انه تنمو بهاي المسافه، يعني قتل هاي الخلايا او ثبطها. فمن اجي انا انظر للطبق راح اشوف عندي هاي تشوفون هاي المستعمرات البيضاء، هذه وهذه وهذه وهذه، هاي المستعمرات البيضاء انطتني فد ادفانتج انه اني اقدر اسوي لها سلكشن، اقدر اسوي سلكشن لهاي المستعمرات. ليش اقدر اسوي لها سلكشن؟ هنا من اشوف انا عندي مستعمرات قاعد تنمو بهاي المسافه، هذا دليل على انه هاي المستعمرات هي نتيجه لخلايا صار لها ميوتيشن وقدرت تقاوم المضاد الحيوي كانامايسين. فاني هنا اجيت سويت سكرين، نظرت على كل الطبق وشفت انه اني عندي عده مستعمرات ظاهره بمنطقه الزون انهبيشن اللي تدل على انه هاي الخلايا هي ناتجه من تغير بالجينوتايب، مما ادى الى ظهور هاي صفه الفينوتايب واللي هي صفه المقاومه للمضاد الحيوي الكانامايسين. فاني اجي اخذ هاي اسوي سلكشن لهاي المستعمره واخذها ازرعها على اوساط اخرى وابدي اعزل الدي ان اي مالتها وابدي ادرس الدي ان اي واشوف شنو هو التغيير اللي صار عندي بالجين اللي سمح لهاي المستعمرات بمقاومه المضادات الحيويه. فهاي هنا معناها انه انا من اقول انه السلكتبل موتيشنز كونفير ان ادفانتج، فالادفانتج انه انا طلعت عندي قدرت اشوف الفينوتايب وقدرت انه اني اسوي سلكشن للمستعمره او الخليه اللي هي تختلف عن الخليه الابويه. طبعا non selectable mutations do not confer an advantage even though they may lead to a phenotypic change. هنا نقدر نقول احنا احيانا حتى اذا طلع عندي الفينوتايب ظاهر للعين ولكن ممكن ان تكون هذه الميوتيشن ما بها اي ادفانتج، ما بها اي فائده. مثال عندنا انه صفه تغيير اللون، فانت مثلا خلينا نقول احنا تريد تحصل على عزله مثلا خلينا نقول مقاوم المضاد الحيوي، ولكن انت جيت زرعت كما بهذا الطبق وشفت انه العزله الابويه هي حمراء لونها احمر وطلع عندي مستعمرات لونها ابيض. فهنا انا هذا دليل على انه هسه هذا سكريننج، انه انا دا اشوف مستعمرات حمراء ومستعمرات بيضاء، الابويه هي حمراء والمستعمرات النيو سترينز اللي طلعت او النيو كولونز اللي طلعت هي بيضاء. فانا هنا أنا شفت انه انا صار عندي ميوتيشن، ولكن هاي الميوتيشن ما بها اي فائده لان انا سوات واذا فقدت اللون انا ما دا ادرس على اللون، انا دا ادرس على مقاومه المضادات الحيويه. فاني اذا الدراسه مالتي ما تتضمن فقدان اللون انا ما راح اقدر اسوي له سلكشن لانه ما راح تفيدني، هي فقدت اللون ولكن ما فقدت انه حصلت المقاومه للمضادات الحيويه. ولكن في بعض الاحيان بعض الدراسات انه اللون يربط انه اللون له علاقه بانتاج المضادات الحيويه، فمثلا نقول احنا هاي لونها احمر ممكن انه تنتج مضاد حيوي معين، مو يعني احتمال، هذا كمثال هو مو صحيح ولكن كمثال. فمن اشوفها فقدت اللون فهذا دليل على انه هنالك احتماليه انه هاي العزله الجديده او الميوتنت سترين فقدت المقاومه للمضادات الحيويه، فممكن انه اسوي لها سلكشن. عندنا مصطلح ايضا ممكن من خلاله او تجربه ممكن من خلالها انه احنا نحصل على ميوتيشنز
طبعا هذه احنا نسميها الاوكزوتروف، الاوكزوتروفيك ميوتيشنز، هذه خاصه بالطفرات اللي ممكن انه تكتسب بالنمو على مواد غذائيه معينه او تفقد قابليه النمو على ماده غذائيه معينه، فنسميها احنا نيوتريشنال اوكزوتروفس. النيوتريشنال اوكزوتروفس هي الطفرات اللي تحتاج ان تنمو على مواد غذائيه معينه، قد تكون هاي الطفره هي اكتسبت النمو او قد تكون هاي الطفره هي فقدت النمو على هاي الماده الغذائيه المعينه. فمن اقول من تسمع اوكزوتروفيك ميوتنت معناها ان الطفرات اللي لها علاقه بالنمو او فقدان القابليه على النمو على مواد غذائيه معينه، فنسميها نيوتريشنال اوكزوتروفس. طبعا التجربه اللي نستخدمها بالاوكزوتروفيك ميوتيشنز حتى نحصل على الاوكزوتروف هي نسميها احنا الريبليكا بليتنج ميثود سكرينز فور نيوتريشنال ديفكتيف ميوتنت. طبعا اشرح لكم اياها هنا، هذا السلايد الحكي كله راح اشرح لكم اياها هنا. فشنو الريبليكا بليتنج ميثود؟ الريبليكا بليتنج ميثود مثل ما قلنا هي طريقه حتى نحصل على العزلات اللي هي الاوكزوتروف اللي هي ممكن ان تنمو او ممكن ان تفقد القابليه بالنمو على ماده غذائيه معينه. طبعا الاوكزوتروفيك احنا نحتاج الى هذا الاسطوانه احنا نسميها، طبعا هذه مثل الاسطوانه صغيره ومثل تقريبا مثل الجلاس، خلينا نقول ممكن انه نستخدم الجلاس العادي ونخلي عليه قطعه قماش صغيره اشبه بقطعه الشاش، ولكن هي طبعا قطعه خاصه. ممكن انه بعض الاحيان اذا ما عندك هذه قطعه القماش نستخدم قطعه الشاش، طبعا يسموها الفيلفت اللي هي استرال فيلفت، ونثبت قطعة القماش هاي الفيلفت أو قطعة الشاش على فتحة هاي الأسطوانة، وطبعا تعقم ونزرع على الماستر بليت أو الانريتشمنت ميديا الخلايا الأبوية اللي احنا نريد نحصل من عندها أوكزوتروف. فمثلا عندي إيكولاي، مثلا خلينا نقول إيكولاي، الإيكولاي تنمو على اللاكتوز، إيكولاي تنمو على اللاكتوز وتخمر اللاكتوز، فأنا أجي أزرع الإيكولاي على وسط مثلا نيوترنت أجر ما بي لاكتوز، طبعا هي تنمو على نيوترنت أجر أكيد لأنه نيوترنت أجر هو وسط عام لكل الأحياء المجهرية، و أنميها على نيوترنت أجر، وبعد ما انميها على نيوترنت اجر اجيب هاي التولز الخاصه، تولز خاصه اللي هي مثل ما قلنا تحتوي على قطعه الشاش او الفيلفت، ونبدي طبعا بها اتجاه معين ونبدي نخلي هاي قطعه الفيلفت على المستعمرات هذه. اللي راح يصير شنو؟ انه هاي المستعمرات وين راح تلتصق؟ تلتصق بهاي قطعه القماش، وبنفس الاتجاه نجي نثبت هاي التول على هذا الطبق وعلى هذا الطبق بنفس الاتجاه وبنفس الضغطة. اللي راح يصير شنو؟ انه احنا منشلنا هذه المستعمرات وبنفس الاتجاه ضفناه هنا وهنا، المفروض انه يعني المبدأ انه المفروض ان المستعمرات راح تنمو على هاي الاطباق بنفس الاتجاه هذا ونفس المكان ونفس السبيس. طبعا ليش طبقين؟ الطبق الاول هو كومبليت ميديوم اللي هو الميديا اللي يعني ممكن ان يكون النيوترنت اجر تحتوي على اللاكتوز، والطبق الاخر هو سيلكتيف ميديا اللي هو ما بي مصدر كربون فقط يحتوي على اللاكتوز. فالفرق بين هاي الوسطين انه هذا كومبليت ميديوم يحتوي على كل المغذيات اللي تحتاجها الخلية، وهذا الوسط انه فقط يعني نسميه احنا سيلكتيف ميديا لانه يحتوي فقط على اللاكتوز كمصدر كربوني. فالآلية انه كل الخلايا راح تنمو هنا، ولكن فقط الخلايا اللي عندها الجين اللي يحلل اللاكتوز راح تنمو هنا.
فراح نحضن الأطباق وراح نشوف أنه إحنا نسوي سكرينينج. السكرينينج مالتنا إحنا شنو نبحث؟ إحنا نبحث عن خلايا أو مستعمرات ليس لها القدرة على النمو على اللاكتوز. ليش؟ لأن إحنا قلنا هنا الإيكولاي هي بصورة طبيعية، يعني بطبيعتها تنمو على اللاكتوز وتخمر اللاكتوز. فأنا أريد أحصل على ميوتنت أوكزوتروفيك ميوتنت لا تستطيع النمو على اللاكتوز. فاني هذا الوسط خليت بي فقط اللاكتوز كمصدر كربوني، وهذا الوسط يحتوي على كل المواد المغذية اللي تحتاجها الخلية عدا اللاكتوز، يعني ما أحط بي لاكتوز. فراح نشوف هنا احنا انه اسوي سكرينينج، فراح اشوف انه انا عندي هنا مستعمرتين اللي هي هاي المستعمرة، هاي المستعمرة وهاي المستعمرة الشفافة، يعني هذا ماكو نمو، ما راح اشوف نمو. فمن اجي اقارن هنا، يعني ليش قلنا احنا نخلي هذا بنفس الاتجاه ونفس المستوى حتى نعرف انه الخلايا اللي نمت هنا او المستعمرات اللي نمت هنا وما نمت هنا على الطبق اللي بلاكتوز، هذا دليل على انه هاي المستعمرات صار لها اوكزوتروفيك ميوتيشن وفقدت القابلية على النمو على اللاكتوز. فاني ليش سوت يعني هنا وهنا حتى اعرف انه هذه نمت هنا؟ نمت هنا لان هنا ماكو لاكتوز، هنا اكو كومبليت ميديوم، وهنا ما نمت هذه الاثنين لانه هنا عندي هنا لاكتوز، البقيه نمت لان ما صار بها ميوتيشن وهي اصلا تنمو على اللاكتوز، بينما هاي الاثنين ما نمت. فاني اقول انه هذه الاثنين انه صار لها تحوير او صار لها ميوتيشن اوكزوتروفيك ميوتيشن باللاك جين، فظهرت عندي الفينوتايب انه هي بعد ما تنمو على اللاكتوز. فاني اجي اقدر اخذها منا واجي اسوي عليها دراسات اخرى. فهذه الاوكزوتروفيك ميوتيشنز شلون نحصلها؟ المبدا يعتمد على انه انا عندي طبقين، طبق هو كومبليت ميديوم يحتوي على كل الاوساط على كل المغذيات اللي تحتاجها الخليه، والوسط الثاني هو السلكتيف ميديا، انه اضيف الماده اللي انا اريد انتخب عليها كمصدر كربوني بحيث الخليه اذا ما تقدر تحلل هاي الماده ما راح تنمو. فراح اشوف اني انه معظم الخلايا راح تنمو ولكن عندي مستعمرتين او ثلاثه او اربعه ما قدرت تنمو، فهذا دليل على انه هذه صار لها اوكزوتروفيك ميوتيشن. طبعا عندي عده انواع من الميوتيشنز او الطفرات اللي تحصل. ممكن ان اقسمها الى سبونتانيوس ميوتيشنز وانديوسد ميوتيشنز. السبونتانيوس ميوتيشنز هي الطفرات اللي تحصل بصوره طبيعيه بدون اي تدخل خارجي للـ DNA sequence. تتذكرون احنا شرحنا على الـ DNA replication بديش المحاضرة، واكو طلاب سئلوني على انه الـ sequence نفسه، فقلت لكم نعم من يصير replication التمبلت الثانية لازم الـ sequence يكون 100% متماثل مع الـ sequence او مع الـ DNA template اللي ليصير عليها الريبليكيشن. وقلت لكم احيانا انه يصير يعني اضافه نيكلوتيدا بصوره خاطئه، فهذه راح تسبب حدوث الميوتيشن او الطفره. وقلت لكم معظم الاحيان انه الدي ان اي بوليمريز ممكن ان يخطا ويضيف نيوكليتيدا تختلف، يعني مثلا هو المفروض يضيف سي يضيف تي او يضيف مثلا اي، فهنا راح يصير ميوتيشن. طبعا اكو دي ان اي بوليميريز ثاني يجي يسوي بروف ريدنج يصلح الاخطاء، ولكن بعض الاحيان هاي الاخطاء تبقى ما يقدر يصلحها، فهذه راح يصير ميوتيشن. فاحنا هاي نسميها سبونتانيوس ميوتيشن. ليش؟ لانه حدثت بصوره طبيعيه بدون تدخل اي عامل خارجي، حدثت نتيجه للدي ان اي بوليميريز ضاف نيوكليتيدا بصوره خاطئه. الانديوسد ميوتيشنز هذه الطفرات اللي تحدث بسبب عوامل خارجيه، اللي هي قد تكون عوامل كيميائيه موجوده بالانفايرمنت، ممكن تكون عوامل كيميائيه احنا نعامل بيها المستعمرات او الخلايا، وممكن ان تكون بسبب الاشعه، ممكن تكون بسبب اشعه الشمس او اي اشعه اخرى موجوده بالانفايرمنت. هذه راح تحث على تكوين ميوتيشنز بتسلسل الدي ان اي.
طبعا ممكن انه انا اقسم الميوتيشنز اللي تحصل الى يعني بوينت ميوتيشنز و الفريم شيفت ميوتيشنز. الفريم شيفت ميوتيشنز اللي هاي فريم شيفت ميوتيشنز. البوينت ميوتيشنز من اسمها بوينت ميوتيشنز، يعني من الترجم البوينت معناها انه يعني ممكن تكون نقطه او ممكن تكون مكان واحد. فالبوينت ميوتيشنز نقصد بيها الميوتيشنز ذات تشينج اونلي وان بيس بير كان ليد تو ا سنجل امينو اسيد تشينج ان ا بروتين اور ان انكومبليت بروتين اور نو تشينج ات اول. شنو نقصد بها؟ نقصد بها انه البوينت ميوتيشنز ممكن انه يصير تغيير بنيوكليتيدة واحدة على تسلسل الدي ان اي، وهاي البوينت ميوتيشنز تغير هاي النيوكليتيدة، يعني مثلا ما كانت تي راح تخلي سي، فهاي احنا نسميها بوينت ميوتيشنز. هاي البوينت ميوتيشنز ممكن انه تنطيني تغيير بامينو اسيد، او ممكن انه تغير البروتين كله الموجود على الجين، وممكن انه ما تسبب تغيير. شنو نقصد بها هذه؟ هذا الحكي كله راح اشرح لكم اياه بهذا السلايد، والحكي اللي قلته راح اوضح لكم اياه بهذا السلايد. طبعا تعرفون انا عندي هذا الدي ان اي، مثل ما قلنا الدي ان اي دبل ستراندد دي ان اي، وقلنا انه الدي ان اي من يصير له ريبليكيشن ينطيني ايضا، يعني هذا ينطيني سنجل ستراند وهذا ينطيني سنجل ستراند، ومن يضعف الدي ان اي. فاحنا نحكي على البوينت ميوتيشنز، التغييرات اللي تحصل نتيجه للاخطاء اللي ممكن تكون بواسطه الدي ان اي بوليمريز، او ممكن الاخطاء اللي تحصل بواسطه المواد الكيميائيه او الاشعه اللي هي العوامل الخارجيه. فهنا عندي الدي ان اي بصورته الطبيعيه، راح ممكن انه هذا الدي ان اي راح يصير له ترانسكريبشن وينطيني مسنجر ار ان اي، اللي هو احنا راح التارجت مالنا هذا السكند ستراند، فراح نشوف احنا الاي تي جي راح يصير له ترانسكريبشن وينطيني يو اي جي، الاي يصير يو، يعني قلنا هذا مسنجر ار ان اي ما يصير الاي يصير تي، الاي يصير يو، والتي يصير اي، والجي تنطيني سي. فهذا المسنجر ار ان اي من راح يصير له ترانسليشن ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني تايروسين اللي هو يو اي سي، الجدول اللي قلت لكم اخذوا عليه نظره مالتي كودونز. فهنا اليو اي سي هي تشفر للتايروسين وتعطيني نورمال بروتين بالوايلد تايب، يعني اذا هذا الدي ان اي او هاي الكودون شفرت للتايروسين بالوايلد تايب، شفر للتايروسين راح يعطيني نورمال بروتين، هاي بالصوره الطبيعيه. راح نجي نحكي على البوينت ميوتيشنز. البوينت ميوتيشنز ثلاث انواع، قلنا يا اما تغير تعطيني بروتين يختلف، ويا اما البوينت ميوتيشنز ما راح تسوي تغيير، ويا اما تسوي لي تغيير بحامض اميني واحد. فراح ناخذ احنا المثال الاول اللي بالبوينت ميوتيشنز، راح نشوف انه بالدي ان اي ريبليكيشن راح يضيف، يصير خطا بمكان السي راح يضيف لي تي. فمن ضاف لي تي من راح تصير عمليه ريبليكيشن ثانيه، طبعا هاي بالوايلد تايب، من راح يصير ريبليكيشن التي من يضاعف هذا الشريط اللي صار به خطا راح يعطيني اي. فهنا راح نشوف انا عندي التسلسل صار تي اي تي بمكان تي اي سي، تي اي تي بمكان التي اي سي، ومن راح يعطيني الشريط الثاني، الشريط الثاني راح يظهر لي اي تي اي مكان الاي تي جي. ليش؟ لانه احنا قلنا هذا السي صار تي تغير، صار بي ميوتيشن، صار بي بوينت ميوتيشن، والشريط الثاني راح يطلع عندي راح يعطيني اي، فصار عندي التسلسل الجديد تي اي تي اي تي اي مكان تي اي سي والاي تي جي. فما راح يجي الدي ان اي يصير له ترانسكريبشن لهذا الشريط راح يعطيني مسنجر ار ان اي بي يو اي يو. طبعا هسه انا دا احكي على كودون وحده، تعرفون انت المسنجر ار ان اي ممكن ان يكون بي 30 40 50 كودون حتى يعطيني ديفرنت امينو اسيدز ويعطيني بولي بيبتايد ويعطيني البروتين، بس انا المثال هذا دا اعطيكم على كودون وحده.
فالكودون هذه ممكن ان تكون يصير بها بوينت ميوتيشنز، ممكن تكون الهاي بوينت ميوتيشنز بهاي كودون، ممكن تكون بغير كودون، ممكن تكون بثلاث كودونات موجوده على المسنجر ار ان اي. بس هو حتى اوضح لكم الفكره، انا دا احكي على كودون واحده. فهنا من تغير عندي التسلسل ايضا تغير عندي التسلسل على المسنجر ار ان اي، فصار عندي يو اي يو بمكان اليو اي سي المالت الوايلد تايب، صار عندي يو اي يو بمكان اليو اي سي، يعني السي صارت يو. فمن يشفر من يصير له ترانسليشن ايضا راح يعطيني تايروسين، راح يعطيني تايروسين. فهنا شنو انطاني؟ ايضا انطاني نورمال بروتين، ما تغير عندي البروتين. ليش؟ لانه البوينت ميوتيشن من انطتني كودون تختلف، ولكن هاي الكودون تشفر لنفس الحامض الاميني اللي موجود بالنورمال بروتين، انطاني ايضا تايروسين، وبالتالي انا طلع عندي نورمال بروتين. وهاي الميوتيشنز طبعا انا ما راح اشوفها، ما راح تعطيني فينوتايب. ليش؟ لانه انطتني تايروسين يشبه الوايلد تايب. فهاي احنا نسميها سايلنت ميوتيشنز. طبعا هاي ممكن ان نكشف عنها بالسيكونسينج، جينوم سيكونسينج راح يبين لي انه هاي اختلفت عندي الكودون. فهذه نسميها سايلنت ميوتيشنز. ليش سايلنت؟ لانه هو صار تغيير بالسيكونس ولكن انطتني نفس الحامض الاميني اللي هو موجود بالوايلد تايب. ولكن عندما تكون الجي تنطيني، او عفوا السي راح تصير جي، فبالريبليكيشن راح تعطيني سي للشريط الثاني، فصار عندي التسلسل اي تي سي بمكان الاي تي جي، صار عندي اي تي سي بمكان الاي تي جي، والمسنجر ار ان اي راح يطلع عندي راح يطلع يو اي جي. فاليو اي جي يختلف عن اليو اي سي، اليو اي جي هي ستوب كودون، الستوب كودون راح تنهي عمليه الترانسليشن وراح تعطيني انكومبليت بروتين. فممكن يعني المسنجر ار ان اي يحتوي خلينا نقول على 30 كودون، يعني ممكن يكون 30 امينو اسيد. فممكن ان هاي الكودون موجوده بالموقع رقم 5، موقع رقم 5 من اصل 30. فاني من يصير ستوب كودون عندي بموقع رقم 5 ما راح يكمل البروتين عندي، راح يصير عندي ستوب كودون، راح ما راح تكمل عمليه الترانسليشن، فراح يطلع عندي بروتين يتكون من 5 امينو اسيدز، والمفروض هو ينطيني 30 امينو اسيد حتى اكون البروتين. فهنا راح نسميه احنا النونسنس ميوتيشن. ليش؟ لان انطت لي انكومبليت بروتين بسبب توقف عمليه الترانسليشن، بسبب انه تغير الكودون الى ستوب كودون. النوع الثالث راح اللي هو ميسنس ميوتيشن. الميسنس ميوتيشنز يحدث اذا تغير مثلا عد ال تي ضاف مكانها الاي، يعني تغيرت التي وصارت اي، فراح يعطيني دي ان اي جديد اللي هو اي اي سي وتي تي جي مكان التي اي سي والاي تي جي. فتغير يصير صار عندي تغير ب اول نيوكليوتيد بهاي الكودون، فما راح تعطيني المسنجر ار ان اي، التي ايش راح تعطيني؟ راح تعطيني اي واي وسي، فصارت عندي الكودون اي اي سي بمكان اليو اي سي. الاي اي سي اللي ما نتشفر الشفر للاسباراجين، وتعرفون احنا المفروض يعطيني تايروسين بالوايلد تايب، فهنا راح يعطيني اسباراجين بمكان التايروسين، فراح يعطيني فاولتي بروتين. يعني شنو فاولتي بروتين؟ يعني بروتين يختلف عن البروتين الوايلد تايب. هذا البروتين ممكن ان ممكن يكون فانكشن وممكن ان يكون نون فانكشنال بروتين. ليش؟ لانه انا تغير عندي احد الاحماض الامينيه اللي تدخل بتركيب هذا البروتين، فبمكان التايروسين صار عندي اسباراجين، فانطاني بروتين يختلف عن البروتين الموجود بالوايلد تايب. فهذه احنا نسميها الميسنس ميوتيشنز. كتبوا لي سؤال يمكم، التغير بهاي القاعدة وهاي القاعدة، أو مثلا تغير بهذه وهذه، العفو تغير بهاي القاعدة ليش أنطاني تايروسين؟ يعني الوايلد تايب أني تايروسين، وعندما تغيرت هاي القاعدة الثالثة أنطاني أيضا تايروسين. فكتب سؤال يمكم، إحنا هذه شو نسميها؟ هذه شنو نسميها؟ راح من أخلص المحاضرة راح أسألكم بها.
هذه بالنسبه للبوينت ميوتيشنز. عندنا ايضا نوع الاخر اللي هو فريم شيفت ميوتيشنز. الفريم شيفت ميوتيشنز هنا ما راح يصير تغيير بالقاعده النيتروجينيه، وانما التغيير راح يصير عندي اما اضافه او حذف، اضافه نيوكليوتيدا واحده او اثنين او ثلاثه، او حذف نيوكليوتيدا واحده او اثنين او ثلاثه. فهي احنا نسميه فريم شيفت ميوتيشنز. ليش فريم شيفت ميوتيشنز؟ لانه راح يسبب تغيير يعني راح يصير زحف بتسلسل الدي ان اي نتيجه للاضافه او الحذف. طبعا الفريم شيفت ميوتيشنز از ليست لايكلي تو ريزلت فروم ا بوينت ميوتيشنز، يعني هذه يعني ما تشبه البوينت ميوتيشنز. البوينت ميوتيشنز انه تغيير بالنيوكليتيد، بالفريم شيفت ميوتيشنز انه يصير عندي اضافه او حذف. ممكن انه البوينت ميوتيشنز سبب فريم شيفت عند ما يصير عندي تغيير في مكانين، ولكن هذه less likely to occur، يعني هذه يعني نادرة الحدوث. طبعا الـ deletion or insertion that result in a shift in the reading frame شنو معناها؟ معناها تعرفون احنا الـ sequence مالت الـ DNA احيانا الجين احنا نطلق عليه reading frame، من يبدي وين ينتهي. فان الـ frame shift اذا صار عندي حذف او اضافة، هذا الـ reading frame راح يصير بيه shift. الشيفت من الترجمها معناها انه يزحف السيكونس، يعني يا اما اضافه راح تزيد السيكونس او الحذف راح تقلل الزحف مالت السيكونس. راح اشرح لكم هذا السلايد هنا حتى يصير عندكم اكثر تصور عن شنو احنا بدنا نحكي. طبعا بالصوره العاديه الوايلد تايب، هذه عندي الوايلد تايب، انه اني هذه هذا السي اي سي جي GACAA راح يشفر لي او يصير له ترانسكريبشن ل 3 ديفرنت كودونز اللي هي GUG CCU والGUU، هاي بالنورمال بروتين. بالفريم شيفت راح يصير عندي يا اما انسيرشن ويا اما ديليشن. بالانسيرشن معناها انه يصير اضافه نيوكليوتايدز الى هذا السيكونس، فراح نشوف احنا عد ما تضاف السيتوسين والجوانين لشريط الدي ان اي راح يصير عندي التسلسل يختلف. يعني عندي التسلسل جي تي جي جي تي جي سي سي تي، هذا الوايلد تايب، سي سي سي، صار عندي سي سي سي. فصار عندي شنو هنا؟ صار عندي اختلاف انه انضافت عندي سي وصار عندي شيفت بالسيكونس، هذا زحف لي غادي فانضافت السي. فما راح يصير له ترانسكريبشن، ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي جي يو جي، جي يو جي ماكو مشكله، راح يطلع عندي سي سي سي، بينما هو المفروض يطلع عندي سي سي يو. وراح تزحف اليو هذه راح تزحف على الكودون اللي بعدها، فراح يصير عندي يو جي يو ومكان الجي يو يو وايضا تزحف. فهذه معنى احنا نسميها الفريم شيفت. فهذه هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه بما انه انضافت عندي نيوكليتيدا وصار عندي زحف بالسيكونس، صار عندي تغيير بالكودونز، راح يصير عندي تغيير بكل الامينو اسيدز الموجوده داون ستريم. كل الامينو اسيدز اللي موجوده داون ستريم راح تتغير. ليش؟ لانه سيكونس زحف، الكودونز تغيرت وصار عندي ديفرنت امينو اسيدز، وبالتالي راح يعطيني ديفرنت بروتين. فور شور وي ويل جت ديفرنت بروتينز لانه صار عندي زحف. الفريم شيفت نفس المبدا، العفو الديليشن نفس المبدا مالت الانسيرشن، ولكن هنا بالعكس انا راح يصير عندي حذف. فهنا عندما تنحذف عندي السي راح يصير عندي جي تي جي جي تي جي وسي تي جي بمكان السي سي تي، فصار عندي حذف فصار عندي زحف بالعكس، يعني السيكونس زحف نتيجه للحذف. فراح ايضا عندي غير عندي الكودون، ايضا راح يغير الكودون. فاني بالوايلد تايب المسنجر ار ان اي عندي جي يو جي جي يو جي وعندي سي سي يو، صار عندي سي يو جي. ليش؟ لانه عندي هاي الجي من صار عندي حذف، هاي الجي زحفت، هاي الجي مال هاي الكودون زحفت على هذا الكودون فكونت لي كودون يختلف.
فأيضا هنا راح يصير عندي تغيير بالداون ستريم أمينو أسيد نتيجة للحذف وزحف النيوكليوتيدز بهذا الاتجاه، وتغير عندي تغيرت عندي كل الكودونات، فراح يعطيني بروتين يختلف. ممكن هذا البروتين يكون فانكشنال ولكن يعني وظيفة تختلف عن وظيفته بالوايلد تايب، ولكن معظم الأحيان راح يكون هذا البروتين نون فانكشنال. ليش؟ لأنه تغير عندي كل الأمينو أسيدز الموجودة بالبروتين. فهذه الفريم شيفت ميوتيشنز. شنو هي المواد اللي أو العوامل الخارجية اللي تأثر على التسلسل أو اللي تسبب الميوتيشنز؟ طبعا عندي chemical, physical or biological agents. طبعا هذه تحث على حدوث الميوتيشنز وتسوي induced mutations. ليه نسميها احنا induced mutations؟ لأنه هاي العوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية راح تزيد من نسبة الميوتيشنز اللي تحدث بالDNA sequence. طبعا الكيميكالز والراديشنز، يعني تعرفون الكيميكالز اي مادة كيميائية تأثر او تتداخل بالDNA، يعني النيوكليوتيدز اللي تكون الDNA تغير من الستركتشر اللي موجود، او ممكن تغير بعض خلينا نقول القواعد النيتروجينية اللي موجودة بالنيوكليوتيد، فهذا راح يسبب بميوتيشنز بالDNA. ايضا الراديشن عندنا ايضا يأثر بصورة مباشرة على الDNA. طبعا هذه احنا من نضيف المواد الكيميائية والراديشنز، replication errors occur at higher frequencies due to incorrect base pairing. يعني احنا من نصير replication ممكن انه تحدث خلينا نقول طفرة واحد بالمليون نتيجة لخطأ من الDNA polymerase، ولكن بالكيميكالز والفيزيكال والبيولوجيكال ايجنتس من نضيفها الفريكوانسي مالت الريبليكيشن ايرورز راح تزداد نتيجه لوجود هاي العوامل المحفزه على حدوث الطفرات. طبعا الكيميكال ميوتاجينز ذات كوز فريم شيفت ميوتيشنز، هذه معظمها يعني عندنا كثير من المواد الكيميائيه تسبب الفريم شيفت. طبعا هذه تتداخل مع الـ DNA sequence وتسبب بأنه يصير عندنا حدوث العفو حذف بالنيوكليوتيدز أو إضافة نيوكليوتيدز. فعندنا من هاي العوامل احنا نسميها الـ intercalating agents. ليش intercalating agents؟ لأنها تتداخل مع الـ DNA sequence. مثال عندنا الأكريدينز، هاي الأكريدينز راح إما تحذف أو تضيف two base pairs للDNA sequence، وراح تسبب تأثير أو ضرر كبير للDNA sequence. أيضا عندنا radiations اللي هي ممكن أن تكون non-ionizing radiation مثل ultraviolet light UV. طبعا هذه راح تأثر بصورة مباشرة على pyrimidines. UV راح يسبب ما يسمى بالpyrimidine dimer. شنو pyrimidine dimer؟ يعني عندك two adjacent cytosines or thymines on the same strand of DNA. يعني انت عندك strand واحدة من DNA وعندك C هنا و C هنا مثلا، او مثلا T وبصفها T اللخ. فش راح تسوي؟ تعرفون احنا راح تسبب انه هذا T يرتبط ويا هذا T بهاي الحالة، وهذا C ويا هذا C، يعني يصير الارتباط على نفس الشريط. فالجوانين والجوانين او الادينين والادينين المقابل ما راح يصير بيناتهم ارتباط، فصير هنا فجوه فراغ. فهذه احنا نسمي الثايمين دايمر او السيتوسين دايمر. ثايمين او السيتوسين دايمر اللي هو نتيجه لليو في لايت راح يسبب انه هذه راح ترتبط فيما بينها على نفس شريط الدي ان اي. طبعا اليوفي احنا نستخدمه بصوره فعاله انه يقتل معظم الاحياء المجهريه. ليش؟ لانه ضرر اليوفي على الدي ان اي كلش كبير بسبب هاي الدايمرات اللي يسويها،
وهي طبعا صعبة التصليح. هذا بس لنوضح لكم انه احنا عندنا اللايت يتكون من الترا فايولت والفيزبل والانفراريد. فالالترا فايولت هي من تقريبا يعني من 160 الى 390 او 400، هذه يو في لايت. الفيزبل عندنا تقريبا من 400 ل 600 نانومتر، والانفراريد من 700 واب. فهذه بس مجرد الفرق باللايت، انه عندي عند ما تعرض البكتيريا او الاحياء المجهريه او حتى الانسان الى اشعه مستمره من تقريبا 160 الى 400 او 390، هذه راح تكون كارسينوجينيك، راح تسبب سرطانات بالنسبه للانسان، وتسبب يعني ما يسمى مثل ما قلنا الثايمين او سايتوسين دايمرز بال دي ان اي. طبعا تعرفون انتم الاحياء المجهريه عندها سبيسيفيك ميكانيزمز اللي من خلالها تقدر تصحح هاي الاخطاء. بالنسبه للدي ان اي ريبليكيشنز، عند ما الدي ان اي بوليمرايز يضيف نيوكليوتيده تختلف، اكو فتشي نسميه احنا البروف ريدنج بعد ما يخلص يعني اثناء عمليه ريبليكيشنز. هذا البروف ريدنج ايضا اكو بوليمرايز اخر يجي بعد الدي ان اي بوليمرايز اللي يضيف النيوكليوتايدز، يجي يعني يسوي ستراكشر او خلينا نقول يرتبط بالدي ان اي الجديد المتكون، ويبدي يمشي عليه يسوي له بروف ريدنج. شنو بروف ريدنج؟ يعني يصحح الاخطاء اللي حصلت. فيبدي مثلا يشوف السي مقابلها اي، يشيل الاي ويضيف جي ويبدي يصحح. فهذا احنا نسميه بروف ريدنج، تصحيح الاخطاء نتيجه لاضافه نيوكليوتيدات مو صحيحه. ولكن احيانا انه هذا البروف ريدنج تطفر منه مثلا نيوكليوتيده واحده ما قدر يصلحها، فهذه سبب ميوتيشنز. اكو كثير من الميكانيزمز اللي ممكن انه الخليه تصحح بها هاي الاخطاء. فكل اللي اريد منكم انه تعرفوا انه اكو فتشي يسموها repair mechanisms، تصحيح الأخطاء. ما أريد أتطرق لها بصورة مفصلة، ولكن مجرد أن تكون عندكم معلومات عامة. أحد أنواع التصحيح هو السوس سيستم، أو نسميه SOS system. طبعا هذا السيستم كل الشائع بالإيكولاي واكتشف بالإيكولاي، وهذا SOS system يعني مثل ما قلت لكم موجود بصورة شائعة بالإيكولاي. هذا يتدخل عندما البكتيريا ما تقدر تصحح أخطاء قاتلة. شنو أخطاء قاتلة؟ سنحكي عنها. طبعا إن بكتيريا stalled replication or major DNA damage activates the SOS repair system. هذا الـ SOS system إنه دي يقول stalled replication or major DNA damage، يعني إنه البكتيريا نتيجه للميوتيشن البكتيريا بعد ما تقدر تتضاعف، او الدي ان اي صار بيه ضرر كلش كبير راح يؤدي الى موت الخليه. فالخليه شو تسوي؟ يعني جتي ما قدرت تصلح هاي الخطا، ما قدرت تصلحها بالطرق الاخرى، راح تشغل او اكتيفيت الاس او اس سيستم. هذا الاس او اس سيستم ايش راح يسوي؟ هذا راح يصحح هذا الدمج بالدي ان اي، ولكن معظم الاحيان راح يصحح الخطا بخطا. يعني هو راح يجي يصحح الميوتيشنز بميوتيشنز اخرى، ولكن هاي الميوتيشنز الاخرى راح تمكن الخليه من الحياه، انه ممكن انه راح تعيش الخليه وممكن ان يحصل لها ريبليكيشن. فهذا الاس او اس ريبير سيستم انه قد ما تعجز الخليه عن التصحيح الخطا، او راح تشوف الخليه انه هي راح تموت لانه الدي ان اي ما يصير له ريبليكيشن نتيجه لهذا الخطا، راح تشغل الاس او اس ريبير، والاس او اس ريبير راح يبدي يصحح الخطا بصوره عشوائيه، وممكن انه يصحح هاي الميوتيشن بميوتيشن اخرى، ولكن هاي الميوتيشن اخرى هي اقل ضررا على خليه البكتيريا. فهذا الاس او اس سيستم allows دي ان اي ريبير تو اكر without a template and with random incorporation of DNTPAs, resulting in many errors and mutations. فشنو معناها؟ مثل ما قلت
انه هذا راح يشتغل الاس او اس ويبي يصلح الخطأ باضافه راندوم دي ان تي بي ايز يعني نيوكليوتايدز بصوره عشوائيه، وراح النتيجه تكون ماني ايرورز اند ميوتيشنز، ولكن هو يريد يحافظ على حياه الخليه ويريد انه يسمح للدي ان اي بالتضاعف حتى الخليه تحافظ على الحياه مالتها والتضاعف مالتها، انه هو ايضا راح يسبب باخطاء اخرى وميوتيشنز، ولكن هذه ليست قاتله كما في الخطأ الاول. طبعا اريدكم تفرقون بين بين الميوتيشنز وبين الدي ان اي دامج. الدي ان اي دامج ممكن انه يسبب انه الخليه تموت، وال الميوتيشنز انه ما ممكن يعني ما بالضروره انه الخليه راح تموت. والفرق الاساسي اللي اريدكم تحفظوه انه الميوتيشنز ممكن ان يصير لها سبريسر ميوتيشنز مثل ما شفنا، يعني ممكن ان تصحح سبريسر، نسميه سبريسر ميوتيشنز. والدي ان اي دامج انه ياثر على الخليه وممكن انه يسبب موت الخليه وما يمكن ان يصلح. طبعا ايضا which method would be the most powerful approach to isolating a single mutant from a population of billions. فهنا اكيد احنا يعني هنا اي طريقه انه فعاله اكثر حتى نعزل احنا single mutant from million billions of of خلينا نقول colonies او خلايا. فاكيد هنا الطريقه اللي اكثر اهميه بالعزل اللي هي انه مثل ما قلنا gain a specific trait او specific function، انه انا شفت هاي المستعمره ظهر عليها فد function معينه او تغيير لون معين او صارت resistant للمضادات الحيويه، فاني اقدر انه اعزل هاي الخليه او المستعمره من بين بلايين الخلايا. طبعا second site mutations that compensate for the effect of another mutation suppressor نسميها. يعني احيانا هنا يصير عندي صار عندي مثلا point mutation ادت لي الى ظهور حامض اميني يختلف، فبعدين صارت عندي second mutation. هاي second mutations سببت في ظهور الحامض الاميني اللي موجود بالwild type، فهاي احنا نسميها suppressor mutations. suppressor mutations يعني رجعت لي يعني suppressor mutation يعني انه حدوث طفره ثانيه صلحت الاولى ورجعتها للوايلد تايب، فهي احنا نسميها suppressor mutations. عندنا ايضا بعيدا عن الميوتيشنز عندنا الجين ترانسفير ان بكتيريا. هذا ما راح اتطرق لكم الا راح اخليه محاضره اخرى، اريد اشرح لكم شويه اكثر تفصيلا على الترانسفورميشن والترانسدكشن والكونجوكيشن. فهذه نهايه محاضره اليوم، اذا عندكم اي سؤال تفضلوا.